جعفورة يا جعفورة، إلى أمي، إلى أم شان تفتوا على المدرسة. كان عندي بيت حلو، كنت عايشة حياة كتير كتير حلوة. يعني السنة اللي صارت فيها الأحداث السورية أنا كنت كاسية بيتي كسوة جديدة، يعني عمار جديد وسادة ديوني ومرتاحة وقلنا هلأ بدنا نعيش. كنا مفكرين عن جد إنه خلص خلصنا كل إشي، إنه هلأ الفترة هاي إحنا لازم نعيش. ما في يعني قعدنا ببيتنا 6 شهور 7 شهور، صارت الأحداث تركنا بيتنا وهربنا طلعنا عن بيت حماي. بعد ما طلعت من بيتي ب3 4 أيام بنتي بلشت يعني يبين عليها إنه البنت عم تتعب مريضة، بس شو معنا ما حدا عرف، لحتى عملنا لها التحاليل وبين إنه معها يعني سرطان. بلشنا بجرعات الكيماوي ب15/9/2012. رفقاتها كل اللي معانا كنا يعني نروح مع فترة العلاج إنه ناخذ الجرعة مع بعض، كل ماتوا. هلا بتاخذ حبوب داعمة مقوي مناعة، بس طبعا مع مراقبة لمدة 3 سنين. هلا عندها كل شهر عندها تحليل عام وكل 6 شهور عندها خزعة. قعدنا عم بيت حماي وجوزي يطلع، بنتي كانت تعبانة يعني نطلع أنا وياه على المشفى ونرجع. 21/5 راح على الوظيفة وما رجع. يعني انتظرت كتير، احنا بالعادة كنا نفطر أنا وياه الساعة يعني احنا والولاد كلياتنا نقعد على فطور الساعة 12:30. صارت الساعة 12:30، 1:00، 2:00، الساعة 3:00، لحتى ابني علي طلع قام قال لي أمي تحت عمامي عم بقولوا إنه أبوي أخذوه على الحاجز. يعني طبعاً من المتابعة وأروح وآجي خبروني إنه زوجي توفى بالمعتقل. شادية إن شاء الله صرتي أحسن. الحمد لله. استعبالي ما ببعتك على المدرسة شو؟ بس أنا ما شفت بعيني ولا شفت صورة جوزي ولا يعني ما تأكدت من هالموضوع. أحيانا بفقد صبري، بقول خلص مات، ما عاد في أمل. أتمنى إنه بس إذا نور موجود بإذن الله وعايش بس يوصل خبر إنه بنته بعدها عايشة، إنه عيلتك بخير، إنه الحمد لله إنه أولادك كبروا، ونفس الشيء حدا يجيب لي خبر إنه جوزك لسه عايش. الحمد لله كملت علاج الكيماوي لبنتي بمشفى الأطفال، وبس خلصت الكيماوي وطلعت لهون. أهلي كلهم بلبنان من عام 2012. أنا بقولها لأمي، بقولها يعني عن جد أنت أعطيتيني حظك. أمي تزوجت في عمر 18 سنة، عاشت هي وأبوي 8 سنين، أم أبوي سابته جلطة وتوفى. صارت أمي تشتغل بالبيوت عند العالم، أمي ما لها دارسة نهائيا ولا حتى صف الأول. أنا بحياتي ما توقعت أنه أنا أشتغل عند العالم. يعني هلأ أنا أولادي عم بيعيشوا مثل ما أنا عشت، ما بدي بنتي تصير زيي أو ترجع تحمل همي أو ترجع تأخذ حظي، ما بدي هيك يصير. شغلي بقيم، مرة بصرف على البيت ومرة بقيم بحطن على جنب. ما في شغل مثلا تروحي مرتاحة وترجع مرتاحة، ما في شغل تروحي عليه وترجع وانت عم تضحكي. يعني أحيانا وانت عم تشتغلي بتبكي، يعني بكون مثلا حدا بالبيت قاعد مثلا من شباب أو بنات أو شيء، يعني مستحيل يقولوا مثلا لابن شاب قوم شيل الكنباية، لا ليش؟ لأنه ظهره بيوجعه. أما أنا عم باخد 20,000 في اليوم، أنا بقدر أشيل كنباية وبقدر أشيل سجادة صوف وبقدر أغسل السجاد وأشيله وهو ماي. هلا اليوم احنا حبينا نعمل مقالي، هيك اتفقوا اولادي اول شغله وثاني شغله، يعني طبعا انه احنا ما في عنا براد، يعني يلا امي شوي بدي اساوي اكل انه يزيد عندي او يضل او شيء، بدي يروح على الكب. يعني غساله ما في عندي، براد ما في عندي، يعني بغسل على ايدي. الكلور ودواء الغسيل وهالشغلات هاي كلها اثرت علي وعلى اعصابي. شايفة شوفت عينك انه انا في عندي اغراض، بس هاي الاغراض يعني انا بقول لك اتخذ من بيت الدكتور، الصبية من صاحب البيت، السجادات يعني جماعة الله يجزيهم كل خير كمان جابوا لي السجادات،
وحتى لما اجيت سكنت هون فرشه وحده كانت عندي، جابوا لي 3 فرشات. انا الحمد لله رب العالمين، المهم حيطان سافر يتنبش. لبست ان شاء الله هذا عشان البلوك عشان البرد. الحمد لله. باخذ جرعات وبس. يعني شيء أثر على نفسيتها وغير لها حياتها، صارت هلا بالمجتمع ما حدا يزعل شادية لأنه شادية كانت مريضة، لا حدا يدفش شادية، شادية بتنكسر إيدها خلص، إنه صار يعني مو مثلا هلا في عالم منطلق المحبة بس منطلق الشفقة، عدم تواجده بيناتنا صار غصب عن الكل. يعني يمكن لو كان أعطاها حافز أكثر، ثقة بالنفس أكثر، شجعها، وقف جنبها، ولادي إذا ضربوا ولاد حدا بروحوا لعند أبهات البابا، فلان ضربني، فلان جاكرني، بيجوا بيخانقوا، بس ولادي ما عندهم أب يشكوني. الأب سند، شو من كان سند، دعم نفسي وأمان واستقرار، وهيك بتحسي الواحد إنه عنده ثقة بأبوه. أنا قديش عمري بتمنى بتمنى لو أبوي زلم كبير وعاجز بس موجود، لأنه عجد ما بعرف شو هو الأب، ما بعرف. انا بتذكر حالي كنت بصف الاول، كان ابوي يمسك ايدي ياخذني عند دكتور الاسنان اشوف حالي، فانا بتمنى لاولادي انه ما يعيشوا نفس عيشتي ولا ينحرموا من شيء. بدي اعيش فقيره، بدي اعيش بلا اكل، بدي اعيش بس كون عائلتي كامله يستفلوا. هني وفوا على كيف انا ما شفته، انا لو شفته انه مات لو بالصوره انا خلص سلمت امري لله وعدي، بس انا هني ما اقنعوني ولا باي شكل. قلبي بقول لي انه عايش، بطلع بعيون ولادي بقول انه عايش. بعد ما نستنى بلكي هيك ان شاء الله هيك ساعة فرج تفرج عنكم، تنحل امور، يعني تنحل الامور كلها ولنا نصيب بهالحياة ان شاء الله. شو اسمك؟ مجد. تعالي اقعد.